السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ هنشوي سمك وهندس رز يا حبايب قلبي. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبايب قلبي. يلا يا حبايب قلبي نبدأ مع بعضنا كده. هنعمل كل حاجة عند الفرن يا حبايبي. هنشوي السمك البليمة اهو اللي احنا جايبينه اهو لابو محمد صيد اهو يا حبايب قلبي. وانا غسل الرز يا حبايبي هنحط عليه دبق الملح واللبن بتاعه. ماشي اهو يا حبايبي. وهنعمل التملحه مع بعض وهنعمل كل حاجه مع بعض يا حبايب قلبي. اهو اللبن اهوت يا حبايبي. هنحط الملح بتاعه عشان ما كنتش حطيته. عند السبرام والصينيه دي هنحط شويه ملح اهو يا حبايبي. ماشي نحط اللبن بتاعه بقى اهو زي ما انتم شايفين. انا حاطه تلتين لبن وتلت ميه يا حبايبي لان ما ينفعش ان انا احط لبن كله عشان ما يكتمش الرز معايا. حبايبي خلي برده شويه ميه كمان بس هزوده وهو في الفرن يا حبايبي. هولع بقى معاكم الفرن واحط الرز الاول وبعدين بعد الرز اما يستوي هطلعه وبعدين اشوي السمك وراه. طلعنا الفرن بقى يا حبايبي نحط بقى الايه الرز بتاعنا. زودوا برده شويه ميه كده جوه وهو جوه في الفرن اهو. واسيبه بقى يستوي وبعدين نعمل مع بعض التملحة يا حبايبي. ونحط البدنجانتين دولت اهو عشان نشويهم. واسيبه بقى لما يستوي ونعمل مع بعض التملحة. نجيب راس توم جايبه الصلايا وجايبه كل حاجه يا حبايبي. جايبه السمنه عشان احطها على الرز والليمون وكل حاجه نعملها يا حبايبي. نقشر التوم بقى كده مع بعضنا كده حلو كده ونعمل احلى شويه تمليحه سمك يا حبايب قلبي. على ما الرز بتاعنا يستوى في الفرن جنبي نعمل كل حاجه مع بعض. لايكات بقى يا حبايب قلبي لام سوسي. عملنا راس توم اهي يا حبايبي. نحط بقى معاه شويه ملح اهو وشويه فلفل احمر كده حرقين اهمت جايباهم هندقهم مع بعض يا حبايبي.
اهو يا حبايب قلبي، ايه عملنا دقيقة التوم مع الملح مع الشطة زي ما انتم شايفين كده، خلوك زي الفل. اهو عندنا الرز خلاص اتشرب، حطيت عليه الفرن، حطيت الفرن من تحت ومن فوق، وهديت عليه عشان يتشرب مع نفسه يا حبايب قلبي. هطلعه بقى ايه يعني ايه خمسة كده، وهطلعه احط عليه السمنة بتاعته والتملاحة يا حبايب قلبي. شايفين عملنا التوم مع الملح اهو زي ما انتم شايفين كده، حطها كده في الطبق ماشي. بصوا يا حبايبي دي بهارات سمك وكمون ومعلقه شطه ناشفه، حطهم على بعض كده، هنحط برده شويه ملح ونعصر عليه الليمون. ليمونتين حلوين كده بنعصرهم عليه ونحط على الميه بتاعتنا يا حبايبي. احلى تمليحه معاكوا يا حبايبي. هنجيبه كده ببعض كده شايفين كده، اركنها بقى على جنب عشان ايه اما السمك نشوف نملحه بقى يا حبايبي. ونشوف الرز بتاعنا، الرز هنطلع الرز يا حبايبي اهو. صينية الرز الكاملة دي البرام اهو يا حبايبي. نجيب المعلقة بقى وهنحط يا حبايبي السمنة، نحطها في كده ندوبها في كده زي ما انتم شايفين كده. استنى بقى يا حبايبي اول ما هغطيها هغطي الرز، استنى بقى تكتر في قلب الرز يا حبايبي هو سخن كده. نقول لي غطى ده يا اسمي يا حبايبي، حطيت عليه السمنه، استنى بقى الرز سخن كده بتكتر في قلبه، بتكتر في قلب الرز وبيبقى جميل يا حبايبي. ونحطه على جنب كده على ما نشوي السمك يا حبيبي. شوف الباذنجان بتاعنا برضو استوى. غسلة حلوة بالليمون والخل ونضفهم خلاص زي الفل يا حبايبي. Thank you.
وبقلب فيها حبايبي، اللي هي بتبقى تشاور بطلعها على الباب كده عشان تتلدن معايا اهو، على بقى اللي هو الثانيه ما تشوتش بدخلها لجوه اهو يا حبيبي. شايفين اهو يا حبايب قلب السمك خلاص اتشوى اهو، طلع بقى ملح يا حبيبي. قولي يا حبايب قلبي ايه رايكوا؟ شايفين يا حبايب قلبي؟ صفي بقى الميه اللي بتبقى سردت منه بعد ما عملناه، بعد ما ملحناه. قولي بقى ايه رايكوا؟ والرز بتاعنا شايفين يا حبايبي؟ جميل ازاي؟ مع شويه سلطه بقى شايفين؟ جميل يا حبايب قلبي. وكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ويوصل لكم كل جديد، يلا سلام يا حبايب.